سيادات وياك طلع الكرسي ديالك انت في الشبكة طلع كاياك سي بون بس خويا مرحبا بصحتكم التحويسه نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بسم الله توكلنا على الله بسم الله مش اكو حارقين الميريا تلاقوا الميريا ان شاء الله وعلاش لا شد له حتى يركب هو وانا ندفعكم عاود ليوتا بسم الله الله يعاونك السلام اخويا تشوفوا طريق السلامة ان شاء الله براك جيلنا برافو عليكم للاباس ايه سي سمير اشحال يدير السكوب
الاول لا هي ما نقول كيف ما عليك اسمع نحن بنسمعك انا في هذيك الدوره اللي هذيك ما ربحت فيها انا بس الو عبد الله لا انا صافا انا باقي واحد المترمي غادي نشوفو ان شاء الله باقي واحد المترمي غادي نشوفو ان شاء الله انا مزيان الحمد لله انا ما يرام نقول لك انا فرق البلاد كده مزيرة شوية نعم اخي عبد الله عيد ما قلت كنت اقول شو قلت الدخان هكا طاير في السماء الدخان؟ لا الدخان لا ما يبان والو الدخان زيادة القضية يا ولد زيادة القضية ما عرفتش شنو هي لا ما كيبان لك واش راه في المدار الباقي ولا شي شويه ولا كيفاش؟ حتى غير باش نعرف انا فين راه كنت ولا حتى كنظني وقت السنه الدخان هذا. انا ما راني كنشوف غير شويه الدخان مازال ما وصلناش. الدخان مازال ما تنوصلو عاد. لا مازال. مازال اخويا عبد الله. صافي الله يعاونك. مرحبا اخويا ديروا الكاسكور ديالكم بعد فوت البراد ديالك ولا الاخر اللي مكيبي به اه هو مول البراد تعمر ها غير قطع زوج الله يجعل البركه المهم نادي مدي السوفونات ما داخ ما والو يا سمير مليح ما عندوش ذاك كنا كنا شوية تقيا مرحبا اخويا شوف ذاك البرد ديالك اخويا كراه داير هو تشوف حسب درجة الحرارة راه واصل 30 درجة صح بصحتكم اكيد دوزو لي نقصو غادي تسبقو لي القنطرة اوا بصح نقص
برافو. راح سيدي الله الله يلا عرقت صحتكم صحتكم زيد اخويا زيد ديال الطوموبيل لهيه راه في المرقره نتاع الماء غسلوا رجليكم وصافي واش هذه